وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك. هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اليوم 14 والرقم 14. هذا الرقم هو رقم التمام، رقم الكمال، رقم النور، هو رقم البدر إذا اكتمل. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. قراءة ورش عن نافع، القمر قراءة حفص عن عاصم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر يبدأ صغيرا في المنزلة الأولى، صغير، المنزلة الثانية أكبر شوي، المنزلة الثالثة أكبر شوي، الرابعة أكبر شوي، الخامسة أكبر شوي، حتى يصل إلى المنزلة 14 يكتمل ليلة التمام، ليلة كمال البدر، فيسمى بدرا ويسمى قمرا. لكن بدر لا تطلق عليه إلا في ليلة 14. البدر ليلة تمامه، يعني ليلة 14 تمام المنزلة 14، ثم بعدها يبدأ في الأفول، يبدأ في النقصان 15 16 17، يبدأ في النقص. منازل التمام تبدأ من الغرب للشرق، منازل النقص أيضا تبدأ من الشرق للغرب حتى يأفل ويضعف، عفوا تستمر شرقا حتى يأفل شرقا ثم يعود من جديد أيضا من الغرب صغيرا. الصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، عن هذه المعجزة، قالوا ما بال القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ؟ فنزل قول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن القمر نفسه له أسماء، يطلق عليه هلال، هذا أول ما يخرج يسمى هلالا، فإذا كبر قليلا سمي شهرا يعني اشتهر، ثم قمرا ثم بدرا. والقمر والبدر ما بعد العشر، ما بعد العشر قمر وتمامه بدر. القمر له وجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وله وجود في حياتنا، له وجود في الدنيا، وله وجود في الآخرة. القمر والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كمال البدر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعليه حلة حمراء، ثم نظرت في وجهه ونظرت القمر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر إشراقة من القمر ليلة تمام. ولذلك لما طلع على أهل المدينة ما قالوا طلع محمد علينا، ما قالوا جاء الرسول إلينا، وإنما قالوا طلع البدر علينا، لأنه بدرا صلى الله عليه وسلم في تمامه. بل يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على البدر، لأن البدر ينقص، البدر كان هلالا ثم عاد هلالا ثم اختفى، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو بدر منذ أجد، بدر لا يكون هلالا أبدا ولا شهرا أبدا، بل هو بدر كامل، بل هو سراج منير جمع الله له بين خاصية الشمس
في قوتها وكمالها وعدم نقصها، وخاصية القمر في نوره ولطفه. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الشمس سراجا والقمر منيرا، فأنت الشمس والقمر إذا اجتمعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الشمس لأنه لا ينقص النور منه، مكتمل دائما. هل رأيتم الشمس نقص نورها؟ إن نقص نورها كانت كارثة، كسوف، قام الناس يصلون. إن كور نورها والطوية والتف على بعضه قامت الساعة، إذا الشمس كورت. ولكن ضوء الشمس يحرق، والنبي ليس بذلك الذي يحرق، فأخذ من الشمس خاصية الكمال والديمومة، وأخذ من القمر خاصية اللطف والنور والمحبة. ألا ترون الناس إذا اكتمل القمر خرجوا للبر ينظرون في القمر ويقولون تمشية نمشي، فإذا وقب يعني غاب القمر عاد كل إلى عشه، عاد كل إلى مكانه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، وهي من أسماء القمر غاسق. إذا وقب، إذا اختفى القمر فجأة أظلم الكون، فخرجت الحيات والعقارب والأشياء الضارة التي لا تخرج إلا في الظلام. سبحان الله. القمر له حياة علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ناحية الأسرية. كيف؟ قالت فاطمة، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: رأيت في منامي كأن قمرا سقط في حجري، ثم قمرا آخر في حجري، ثم قمرا آخر في حجري، فاستيقظت فقلت: يا رسول الله، رأيت أقمارا سقطت في حجري. فتبسم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها، قال لها أبو بكر رضي الله عنه: يا عائش، هذا أول أقمارك. فلما مات أبو بكر ودفن في حجرتها، قالت رضي الله عنها: وهذا الثاني. وبقيت عائشة لا تدري من هو القمر الثالث، حتى طعن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو يصلي بالناس صلاة الفجر ويقرأ من سورة يوسف ويبكي متأثر بالقرآن، طعنه ابن أبي لؤلؤة، فأخذ إلى بيته مغميا عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: صلوا. قال: الحمد لله. ودخل عليه شاب طويل يجر قميصه: ما لا عليك يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك. فنظر في ثوبه فإذا به طويل، قال: يا هذا ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، يأمر بالمعروف وهو في سكرات الموت. رضي الله عنك يا أمير المؤمنين. ثم قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها إن عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، فإني أرجو أن أحشر معهما يوم القيامة، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين في البقيع. ثم يقول: ليت أم عمر لم تلده، ليت عمر كان شاة ذبحت فأكل لحمها، ليت عمر كان شجرة اجتثت من الأرض وانتهت. ويدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإذا بعمر أمير المؤمنين الملهم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غيرك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. يقول: لو كان في هذه الأمة محدثون فأنت أولهم. عمر الذي وافق قوله القرآن في 16 موضع،
عمر الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فرأى قصرا أبيض عند بابه جارية بيضاء تتوضأ، فقال: لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ قالوا: لعمر. قال: فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت. عمر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والناس قد أتوا إلى بئر يغترفون منها دلوا دلوا، فجاء عمر فإذا به عبقري يفري ما رأى النبي مثله في قوته حتى شرب الناس. هذا عمر يقول هذا الكلام، يدخل عليه ابن عباس فقال: يا عمر، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالجنة. قال: لعل ذلك على شرط لم يقع يا ابن عم رسول الله. ولم يزل ابن عباس وعمر في حوار، ابن عباس يريد أن يقرع أن من أهل الجنة، وعمر يقول: لعل ذلك على شرط لم يقع. سبحان الله. وتأذن أم المؤمنين، يأتيها عبد الله بن عمر بهذه الرسالة من أمير المؤمنين: يستأذنك عمر أن يدفن مع صاحبيه. فلا تجد لسانا تنطق به من شدة البكاء، تنفجر باكية، تذكرت الرؤيا فقالت: والذي نفسي بيده إنه للقمر الثالث. فأذنت فدفن عمر في حجرة عائشة مع صاحبيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مسافة عند قدميه رأس أبو بكر، ثم مسافة قليلة، ثم يأتي عمر. ولذلك من جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة يجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسافة طول رجل، ثم يأتي أبو بكر، ثم يأتي عمر. رأس وجه أبي بكر عند قدمي عمر، عند قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما ما يقارب متر، ووجه عمر عند صدر أبو بكر، وبينهما ما يقارب نصف متر. هذه الحجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في تلك البقعة، وردت روايات أنه سيدفن فيها عيسى بن مريم رضي الله عنه. فتكون هذه البقعة يوم القيامة يحشر منها أربعة. من هم الأربعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يقول بعض شعراء وهو يتكلم عن هذه الحجرة التي ضمت أكرم الخلق وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد طابت المدينة كلها فأصبحت طيبة وطابة لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها ودفنه فيها وحشره منها يوم القيامة. القمر أيها الأحبة له حياة أيضا، اتصال بالنبي. فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتحها وجيء بالأسرى إذا بصفية بنت حيي بن أخطب، سيدة من سادات اليهود وقتئذ، وأبوها سيد اليهود قاطبة، حيي بن أخطب زعيمهم، يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ليلة عرس للنبي صلى الله عليه وسلم مع صفية سوالف، حكايات، كلام. تتكلم صفية أم المؤمنين مع زوجها الثاني رسول الله، لأنها تزوجت قبله بيهودي ابن عمها، تقص على النبي قصتها مع القمر. قالت: يا رسول الله، لقد رأيت رؤيا قبل زواجي، رأيت أن قمرا سقط في حجري، فأتيت أبي حيي بن أخطب فقلت له: يا أبتي، رأيت قمرا سقط في حجري. قالت: فلطمني لطمة شديدة على خدي حتى وجدت ألمها، ثم لطمني ثانيا وقال: أتريدين أن تتزوجي نبي العرب؟ والله لأزوجنك الليل بفلان.
فزوجها رجلا من اليهود ليحجبها بذلك عن الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القمر رسول الله. فلما تزوجت بهذا الرجل غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وفتح الله خيبر، وقدم أهل الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، ففرح النبي فرحا شديدا وقال: لا أعلم بأيهما أشد فرحا، فتح خيبر أم قدوم جعفر. ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وصفية هذه جلست ذات يوم مع أمهات المؤمنين، تعرف سوالف النساء والغيرة عند النساء، فعيرنها بقصر القامة، هي كانت قصيرة شيئا ما، كانت أقصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عيرنها بقصر القامة، قالوا: أنت قصيرة ويهودية، بنت اليهودي، عفوا، قالوا: أنت بنت اليهودي قصيرة. فلما عيروها بأبيها أنه يهودي وبقصر قامتها زعلت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زعلانة، قالت: يا رسول الله، إن نساءك يعيرنني ويقولن لي ابنة اليهودي. طبعا قصيرة ما همتها، لكن مشكلة ابنة يهودي وهي أم المؤمنين، غضبت من هذه، كل شيء للدين، كل شيء للعقيدة، كيف أنا مؤمنة، أنا أم المؤمنين، كيف يقولون عني بنت يهودي؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم نسوته وقال لها: قولي لهن أنا ابنة نبي وزوجة نبي، فأيكن مثلي. صفية بنت حيي بن أخطب يرجع نسبها إلى هارون عليه السلام، فهي ابنة هارون عليه السلام وزوجة محمد صلى الله عليه وسلم. فأغلقوا الباب وما عيروها بعدها أبدا، ابنة نبي وزوجة نبي وأم المؤمنين جميعا رضي الله عنها. القمر له علاقة بأمر أعظم من هذا كله، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تمام القمر، ليلة 14، والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، فجأة رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وأخذ ينظر إلى القمر والدموع تذرف من عينيه. ما هذا؟ صحابة ينظرون إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أشرق من القمر، لكن الدمع في عينيه. تذكر أمرا فقال: أيها الناس، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، رؤية الله جل جلاله في الجنة لها علاقة بالعدد 14، كمال البدر، تمام البدر. الله ليس كمثله شيء، لا يشبه بقمر ولا بشمس ولا بشيء من هذا. إذن كما ترون، التشبيه في الرؤية لا في المرئي، فالله ليس كمثله شيء. لكن أنتم الآن جميعا تنظرون لهذا القمر، نعم، إذن أهل الجنة جميعا سينظرون إلى وجه الله كما تنظرون أنتم لهذا القمر. تعالوا بنا أيها الأحبة ننتقل بحضراتكم إلى الجنة، وهناك، وما أدراكم ما هناك، هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأول شيء لم تراه العيون ولا يحق لها أن تراه رب العالمين. قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني، يعني في الدنيا لن ترى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، قيل لم يتجلى ربنا
جل وعلا لم يتجلى منه للجبل إلا قدر عين الإبرة من نوره جل جلاله. عين الإبرة من نوره جل جلاله تجلى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ولو تجلى أكثر من ذلك لاندكت الأرض كلها واندكت السماوات كلها، لأن الله جل جلاله استوى على عرشه وحجب نفسه عن خلقه رحمة بخلقه. ولو نظر الخلق للخالق في هذه الدنيا لهلكوا جميعا. حجابه النور، وفي رواية النار. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى. هل تعلمون لو تجلى ربنا جل وعلا لخر من في السماوات ومن في الأرض صعقا كما خر موسى؟ لهلك كل شيء، ولكن رحمة من الله استوى على خلقه واستوى على عرشه وعلى عن خلقه وحجب نفسه بحجابه رحمة بعباده جل جلاله. أما يوم القيامة فيأتي أمر الله عز وجل إلى إسرافيل بالنفخ في الصور. بعدما نفخ النفخة الأولى وهلك كل شيء يحييه، فينفخ النفخة الثانية فيحيي الله الأشياء كما كانت وأعظم مما كانت. هل تظن أنك يوم القيامة تحشر بهذا الجسم فقط؟ لا، ليس الأمر كما تظن. هذا الجسم يوم القيامة سيعود أكبر مما هو عليه الآن. تحشرون يوم القيامة على خلقة أبيكم آدم، طوله 33 ذراع. طوله كم؟ 60 ذراعا. 60 ذراعا يعني 30 متر. 30 متر طولك وانت طالع من الأرض. أما أهل النار فإذا دخلوا النار ضوعف في أبدانهم حتى يصل حتى يكون طول الواحد منهم كم؟ 1400 كيلو. الواحد من أهل النار طوله 1400 كيلو، ضرسه كجبل أحد، عرضه كما بين مكة والمدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقعد الكافر في النار، محل ما يجلس بس، كما بين مكة والمدينة. وضرس من أضراسه كجبل أحد، الضرس وحده، الواحد الضرس. فيجمع جبال أحد على قدر أسنانه، بعضها على بعض هذه الأسنان فقط، ثم شوف الفم الذي يحمل هذا، ثم الرأس الذي يحمل هذا، ولك أن تتخيل. أما المؤمنين فعلى طول أبيهم آدم 60 ذراعا. طيب، ماذا يحصل إذا جمع الخلق؟ نادى الله عز وجل أن تحشر كل آلهة عبدت من دونه، يؤتى بها الأصنام التي عبدت، الكواكب التي عبدت، النجوم، البشر الذين عبدوا، وتدعى كل أمة لإلهها الذي كانت تعبده من دون الله. احشروا الذين ظلموا وإيش؟ وأزواجهم، وكمان وما كانوا يعبدون. كل ذلك يجمع ويرمى به في النار حتى إذا لم يبقى على وجه أرض الحشر إلا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله، لم يشركوا بالله شيئا. طبعا هؤلاء فيهم منافقون،
وفيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم صابئة، أهل الشرك ذهبوا إلى النار. يقول الله عز وجل للحضور هؤلاء: أين إلهكم؟ يقولوا: ما رأينا. يا معشر النصارى أين إلهكم؟ ما رأينا ولا رأينا ابنه. من ابنه؟ عيسى. تعال يا عيسى. يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. عيسى صادق والنصارى كاذبون، فيؤخذون إلى النار. كل من قال أن عيسى ابن الله، جهنم تنتظره. اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، جهنم تنتظرهم. العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، جهنم تنتظرهم. فإذا ذهب أولئك إلى النار ولم يبق إلا من يقول لا إله إلا الله. يقول الله لهم: ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. أبينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ نعم، بيننا وبينه آية نعرفه بها. فعندئذ يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذه الآية، هذه العلامة. فإذا حصل ذلك الكشف سجد المؤمنون جميعا. الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يوم يكشف عما يكشف عنه مما يعلم أنه الله، فيسجد المؤمنون جميعا والكافرون المنافقون لا يستطيعون السجود لأنهم لم يسجدوا لله وهم سالمون في الدنيا. يرفع المؤمن وجهه من سجوده فإذا بوجهه أبيض، يوم تبيض وجوه رفعت من السجود، وتبقى وجوه مسودة لأنها لم تستطع السجود. هذا أول بياض الوجه. فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، هؤلاء المنافقون. فيأتي الأمر للمؤمنين بالتوجه إلى الصراط ثم إلى الجنة. فإذا أخذوا كتبهم بعد ذلك أسفرت وجوههم بعد بياضها، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. بيض الوجه بعد السجود، اسفر الوجه بعد قراءة الكتاب، سعوا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، وصلوا الجنة، دخلوها من أبوابها الثمانية. فإذا بالوجوه أصبحت ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لأنها تنعمت في جنات النعيم. بعد ذلك يأتي الأمر من الله لجميع من في الجنة: إن الله يقرئكم السلام، سلام قولا من رب الرحيم، ويدعوكم لزيارته، ويعد المكان لزيارة المؤمنين لربهم، فتوضع مقاعد الصدق. جعلنا الله وإياكم من أهلها في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. من المليك المقتدر؟ الرحمن. علم القرآن فعلم أن القرآن طريق الصدق،
والملك المقتدر هو الرحمن، ومقعد الصدق لا يوصل له إلا بطريق القرآن الذي هو كلام الرحمن جل جلاله. مقعد، خمس مقاعد: مقعد أول، مقعد ثاني، مقعد ثالث، مقعدين جنب بعض، ثم مقاعد أخرى، ثم مقاعد، ثم مقاعد صفوف. المقعد الأول للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، المقعد الثاني لإبراهيم الخليل عليه السلام، المقعد الثالث لموسى عليه السلام، المقعد الرابع والخامس عيسى ونوح، المقاعد بعد ذلك الأنبياء المرسلون، المقاعد بعد ذلك الأنبياء الذين هم أصحاب نبوة دون الرسالة، المقاعد بعد ذلك للصديقين والعلماء، المقاعد بعد ذلك للشهداء، المقاعد بعد ذلك للصالحين على اختلاف درجاتهم، السابقون السابقون أولئك المقربون. جعلنا الله وإياكم بدون. أخذ كل مقعده. أول ما تسمع آذانهم سلام الله، السلام عليكم عبادي. إذا سلم الله عليك كيف ترد السلام؟ إذا قال الله لك عبدي السلام عليك، فماذا تقول؟ سلام قولا من رب رحيم، فيسلم على أهل الجنة سلاما عاما، ويسلم عليهم فرادا فردا فردا. فإذا سلم عليهم حمدوه: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل الجالسين هنا لقد جاءوا بالحق. الحمد لله أن اتبعناهم، الحمد لله أن ما فرقنا بينهم، هم عند الله مقربون ونحن لهم تابعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بعد هذا السلام يخاطب الله أهل الجنة: عبادي سلوني أعطيكم. يلا اسألوا. لو قال الله لكم أنتم الآن في هذه الساعة سلوني أعطيكم، ماذا تسألون؟ الجنة؟ تكدين؟ كلكم؟ ما في شيء ثاني غير الجنة؟ طيب أنتم في الجنة، هم في الجنة يقولوا للجنة هناك سلوني أعطيكم. لو قالوا الجنة غير منطقي لأنه في الجنة، صح ولا لا؟ فإذا قال سلوني أعطيكم قالوا ربنا وماذا نسألك؟ زحزحتنا عن أورثتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وزحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة، ما عاد باقي شيء. فيقول الله لهم: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. روحوا للعلماء. جعلنا الله وإياكم منهم. العلماء لهم شأنهم في الدنيا والآخرة، فليحرص كل واحد أن يكون عالم، وإن لم يكن عالم يحرص على أن يكون سبب في إيجاد عالم، سواء من ذريتي أو من ذرية المسلمين. اسألوا أهل الذكر، يرجعوا لأهل الذكر، على رأس أهل الذكر الأنبياء والمرسلين الرسل. يا أهل الذكر ماذا نسأل ربنا؟ فيتكلم آدم أول العلماء وعلم آدم الأسماء كلها، فيقول: يا أهل الجنة سلوا ربكم أن يحل عليكم رضاه، فإنه إن سخط عليكم أخرجكم منها كما أخرج أبويكم من قبل. فيقولون: ربنا أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. فيقول: قد أحللت عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا، سلوني أعطيكم. يلا سؤال ثاني أطلبوا، إيش على بالك؟ سألوا أهل الذكر، يقول لهم سألوا أهل الذكر: يا أهل الذكر، يا علماء، يا أنبياء، يا رسل، ماذا نسأل الله؟ فرصة. فيقوم موسى عليه السلام فيقول: قد سألت ربي أمرا في الدنيا
فلم يعطنيه فاسألوه إياه الآن. معروف ذاك الأمر، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. كل أهل الجنة يعلمون هذه القصة لأنها وردت في القرآن. ربنا نسألك ما سألك موسى في الدنيا، النظر إلى وجه الله، فيقول الله عز وجل لهم وقد سألوه النظر إلى وجهه الكريم: عبادي. فإذا قال عبادي نظروا فرأوا نور حجابه. فإذا رأوا نور حجابه قبل أن يتجلى لهم هموا بالسجود، فيقول لهم: قد أمرتكم بالدنيا في السجود فسجدتم، وأمرتكم في الآخرة بالسجود فسجدتم. طبعا هم سجدوا في الآخرة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وسجدوا في الدنيا في صلوات الخمس والتراويح والرواتب. الآن خذوا جزاءكم مني فإن عندي حسن الجزاء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم يكشف الله جل جلاله حجابه عن وجهه جل جلاله، فينظر أهل الجنة قاطبة إلى الله لا يضامون في رؤيته. لا إله إلا الله. كل منهم يظن أنه الوحيد الذي ينظر إلى الله، أنه الوحيد الذي يتكلم مع الله، فيحصل في تلك اللحظة نظرة في الوجوه الناظرة إلى وجه الله. إذا كان القمر أشرق يوم أبصر الشمس فكيف بوجهك يوم يبصر وجه الله جل جلاله؟ كيف يكون إشراقه؟ كيف تكون نضارته؟ إنها الزيادة العظمى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. اللهم إنا نسألك الزيادة، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. فإذا نظروا إلى وجهه وتكلم الله مع كل واحد منهم، يدخله في كنفه ويتكلم معه، أدخلك الله في كنفه وتكلم معك وأنت في الجنة، فيذكرك ببعض نعمه عليك في الدنيا، ثم نعمه عليك في الآخرة، ثم يدخله لك الجنة وأنت قاعد تسمع، ويذكرك ببعض أخطائك. عبدي أتذكر نعمتي عليك في الدنيا؟ خلقتك ولم تكن شيئا، رزقتك ولم تكن تملك شيئا، شفيتك بعد مرض، نصرتك بعد ظلم، هديتك بعد ضلالة، أغنيتك بعد فقر، رزقتك الزوجة، رزقتك الأولاد، رزقتك العلم، رزقتك أعطيتك. والعبد يقول نعم نعم صحيح، لك الحمد يا رب. عبدي عذبت الناس في قبورهم ونجيتك من العذاب، أخرجت الناس خائفين من قبورهم وخرجت أنت آمن، أدخلتك في ظل عرشي والناس عليهم حر الشمس وحر جهنم من حولهم، وأدخلتك مررت من الصراط بسلام والناس تسقط في جهنم وأنت نجوت ودخلت الجنة، وها أنت جالس تتكلم مع الله. هل هذا صحيح؟ نعم يا رب. طيب عبدي تذكر فجراتك؟ تذكر اليوم الفلاني في الدنيا يوم عملت الكبيرة الفلانية؟ تذكر يوم فعلت كذا؟ فيقول ربي أولم تغفر لي؟ قال لو لم أغفر لك لما أدخلتك جنتي. سبحان الله سبحان الله. أيها الإخوة، النظر إلى وجه الله هو سر الإحسان للذين أحسنوا في الدنيا، أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة النظر إلى وجه الله هي مربوطة بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما هو الإحسان؟
الإحسان كتبه الله في كل شيء وعلى كل شيء. تحسن على قطة بسة، قد يكون ذلك سبب لنظرك إلى وجه الله، تطعمها وهي جائعة، تسقيها وهي عطشانة، تأمنها من الشارع، تمشي فوق الشارع توقف السيارة وتأخذ هذه القطة وتوصلها مكان الأمان، فلعل الله يوصلك الأمان في مكان الخوف. فإذا كانت قطة تحصل بها على رضا الله فكيف بالبشر؟ يا أهل جدة، في رمضان يبعث الله لكم الفقراء، يصلون إلى بيوتكم وبشوارعكم ويأتونكم من بين أيديكم ومن خلفكم، والذي نفسي بيد، هذا اختبار من الله، هل تنفقون في سبيل الله أم تبخلون؟ ومن يبخل فإنما يبخل لنفسه. وللأسف الشديد أن بعض الناس لا ينفق ولا يحض على النفقة، بل يحض على الإمساك. هؤلاء أغنياء، أغنى مني ومنك، هؤلاء لعابين، هؤلاء، ويعمم. إن كان فيهم من هذه صفته فوالذي نفسي بيده أن فيهم من لا يجد طعاما يأكله، أن فيهم من لا يجد مأوى يصل يذهب إليه. فاتقوا الله في الفقراء، أحسنوا إليهم يحسن الله إليكم. ماذا فيه لو ذهبت بهذا الفقير أو هذه الفقيرة إلى بيتي وقلت اجلسي، أنا بعطيك طعامك إلى حدك وشرابك إلى حدك ولا حد يدري، اكفلها أطعمها. الله عز وجل يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فكيف إذا كنا نتحاض على قطيعة المسكين؟ كيف إذا كنا نتحاض على إبعاد المسكين؟ هذه ليست دعوة للمسألة، لكن دعوة للرفق، للرفق بالمسلمين، للرفق بالمسلمين. التسول حرام، نعم حرام، لكن إذا جاءت الحاجة أصبح حلالا. يا خبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. نعم، قد يكون هؤلاء من أحد الثلاثة، رجل تحمل بحمالة، ورجل أصابته جائحة فذهبت بماله. طيب إذا كان ما عنده مال أصلا المسألة تحل له، وأغلبهم نساء وأغلبهم صغار، فلو رأيت رجل يسأل نعم تعال هذا مثل خبيصة، المسألة لا تحل، لكن امرأة تسأل أعطيها، أليس كذلك؟ اعلموا أيها الأحبة أن سر النجاة في الآخرة في رحمة الفقراء في الدنيا. الله عز وجل قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ما معنى لوجه الله؟ أي من أجل النظر إلى وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا حصل؟ بسبب إنفاقهم، بسبب رفقهم، بسبب رحمتهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة. ما معنى لقاهم نظرة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي نظروا إلى وجهه. بالله عليك طعام تعطيه لفقير وتنظر بعد إلى وجه الله، أحسن والله تخليه ينكب في زبالة. سفرنا ملأى، بطوننا ملأى، دكاكيننا ملأى، الناس بطونهم جوعى، سفرهم ما في شيء، عزمني فقير على الإفطار فذهبت إليه مسكين، عزمني على الإفطار، الشيخ تفطر عندي؟ قلت له أفطر عندك، فذهبت. الفرش الذي جلسنا عليه كرتون، كرتون كراتين حطها على بعض. الطعام الذي قدم لي عيش وملح وقليل من الجبن المثلثات وبعض التمر الناشف. قال يا شيخ والله ودي أذبح لك، لكن أقسم لك قال بالله أنه بكى، يقول لأنه ما دخل اللحم بيت أصلا، ما في ثلاجة عندهم أصلا. أنا تعمدت أن أجلس معه حتى أعرف كيف يعيش هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احشرني في زمرة المساكين. يا أخوان، من قسى قلبه فليذهب للفقراء وليأكل معهم وليجلس معهم. إلى متى ونحن في السفر الملأى ونعزم بعضنا بعضا ونفس الطريق؟ خذ فطورك وروح للفقراء يفطرون معك،
يأكلون معك، يشاركونك، فتنزل البركة، أو تعال بهم إلى بيتك كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. رمضان فرصة أن نقتدي بإبراهيم، فنأتي بالفقراء لبيوتنا ليفطروا. بعض الإخوة ما شاء الله عندهم ظاهرة طيبة يشكرون عليها، تحت بيته سفرة، أنا هذه رأيتها الحمد لله في أكثر من بيت، يشعلون سفرة تحت للفقراء والمساكين، ولكن الأجمل منها أن تكون السفرة فوق، الأجمل منها أن تكون السفرة في بيتك، الأجمل منها أن ابنائك يفطروا مع الفقراء والمساكين، وبناتك يفطروا مع الفقيرات. هذه هي الألفة، هذه هي المواساة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إننا مرضى فاشفنا، اللهم إننا جهلة فعلمنا، اللهم إننا قلة فكثرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تدع لنا كربا إلا نفسته، اللهم لا تدع لنا كربا إلا نفسته، اللهم لا تدع لنا كربا إلا نفسته، اللهم لا تدع لنا جاهلا إلا علمته، اللهم لا تدع لنا ضالا إلا هديته، اللهم لا تدع لنا عالما إلا سددته، اللهم لا تدع لنا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك بنورك الذي ملأت سبحات أركان عرشك أن تهدينا إليك، اللهم اهدنا إليك، اللهم اهدنا إليك، اللهم اهدنا إليك، اللهم أمنا من الفزع الأكبر، اللهم أمنا من الفزع الأكبر، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا رحمة على أمة محمد، اللهم اجعلنا رحمة على فقراء الأمة، اللهم اجعلنا رحمة على ضعفاء الأمة، اللهم اجعلنا رحمة على هذه الأمة، اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة، اللهم رق قلوب الأغنياء على الفقراء، اللهم اعطف قلوب الأغنياء على الفقراء، اللهم اعطف قلوب الأغنياء على الفقراء، والأصحاء على المرضى، يا ذا الجلال والإكرام، وولاة الأمور على من ولوا أمرهم يا حي يا قيوم. اللهم انزل الألفة والمحبة بين أفراد هذه الأمة، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم اكرم أمة محمد. اللهم قد انتصف الشهر وانتصف العمر، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل بقية شهرنا خير مما مضى منه، وبقية عمرنا خير مما مضى منه، وبقية أعمارنا خير مما مضى منها، وأعمالنا خير مما مضى منها. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله، أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحنا مسلمين مؤمنين محسنين متقين، وأمتنا على كلمة التقوى بعد طول العمر يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر، ولا يبقى سوءا وشرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصلح شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم املأ مساجد المسلمين بالمصلين، اللهم املأ مساجد المسلمين بالمصلين، اللهم أصلح نساء المسلمين في بيوتهن، اللهم إنا نسألك أن تحفظ عليهن دينهن وسترهن وإيمانهن وحياءهن. اللهم زوج الأيام من المسلمات، اللهم زوج الأيام من المؤمنين والمؤمنات، اللهم يسر لكل أي من زوجة أو زوجة يا حي يا قيوم، اللهم يسر لهم النكاح، اللهم إنا
نسألك أن تيسر لهذه الأمة فعل الخير، اللهم يسر لهذه الأمة فعل الخيرات وترك المنكرات، وارزق هذه الأمة حب المساكين، اللهم ارزق هذه الأمة حب المساكين، وارزقنا حب المساكين، واحشرنا في زمرة المساكين، والطف بنا وبالمساكين، اللهم إنهم فقراء لا حول لهم ولا قوة إلا بك، اللهم ابدل فقرهم غنى، اللهم ابدل فقرهم غنى، وذلهم عزة، اللهم ابدل ذلهم عزة، وهوانهم كرامة، اللهم أغنهم حتى لا يحتاجوا أن يجوبوا شوارع المدينة، يا حي يا قيوم ارحمهم، يا حي يا قيوم ارحمهم، اللهم ارحم ضعيفهم وفقيرهم ومريضهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجازي خادم الحرمين الشريفين بخير الجزاء حتى أذن لهؤلاء بتصحيح أوضاعهم واستقرار حياتهم، اللهم إنا نسألك أن تلطف بهم وتلطف بجميع المسلمين فوق الأرض وتحت الأرض، إنك على كل شيء قدير، اللهم جاز عنا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، اللهم جازيهم بأحسن جزائك، اللهم جازيهم بأحسن جزائك، اللهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم وآتي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، واجعلنا من جيرانه في الدنيا والآخرة، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، يا معلم الأنبياء علمنا، يا مفهم الأنبياء فهمنا، يا مؤدب الأنبياء يؤدبنا، يا مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني. يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، وتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن، وصدور تشتاق إلى القرآن.